هل تعلمون أن هناك أكثر من 17 مليون شخص يتوفى في العالم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية؟ هذا معناته أن كل 30 ثانية في شخص يتوفى من هذا المرض. نحن في مؤتمر الـ4TS ندعوكم للانضمام إلينا لحضور محاضرات تثقيفية للعامة عن أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ولإجراء فحص مجاني للكوليسترول والضغط وسكر الدم ولمقابلة واستشارة مجانية مع أخصائي واستشاري قلب. انضموا إلينا في مؤتمر 4TS في 13 ل 15 فبراير 2020 في فندق كونراد في دبي. لمزيد من التفاصيل وللتسجيل زورونا على شبكتنا الإلكترونية.